لي الأول خبر وبعدين ندخل على الفنيات. تستضيف الصالة المغطاة بنادي سيتي كلاب شبين الكوم مباراتين للمنتخب الأول للسيدات لكرة اليد ضد نظيره الأنغولي في إطار اللقاءات الودية بالأجندة الدولية. تقام المباراة الأولى اليوم 28 فبراير والثانية يوم 4 مارس مشيئة الله. ويستضيف فندق سيتي كلاب شبين الكوم بعثة الفريقين ويضم الجهاز الفني للمنتخب المصري كابتن رامي عبد اللطيف مدير فني وكابتن وليد ابو العطا مدرب عام كابتن وليد عبد المقصود مدرب حراس مرمى كابتن ايمان مرجان مدير اداري. تعتبر المباريات نجاحا لجهود سيتي كلاب في تطوير البنيه التحتيه الرياضيه في مدن مصر. وقد صرح السيد محمد مرجان رئيس مجلس اداره سيتي كلاب ان فكره انشاء فندق داخل النادي لاستضافه البعثات والمنتخبات أتى ثمارها الآن وأثبتت أن استراتيجية سيتي كلاب صائبة. واستضيف اليوم أيضا سيتي كلاب شبين الكوم نهائي كأس مصر للناشئين بين فريق الأهلي وسموحة مواليد 2007. واستضاف سيتي كلاب العبور بطولة الجمهورية للخماسي الحديث منذ أيام.